واش الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على اكثر يوتيوبر مكروه في اليوتيوب هذا، وانا براسي فريمون ما عنديش معاه كاع، واللي سميتها اس اس سنايبر وولف. مشهوره بزاف وكنظن الاغلبيه فيكم كيعرف شكون هي. اما الناس اللي ما عارفيناش، هاد البنت هادي سميتها اس اس سنايبر وولف، والاسم الحقيقي ديالها هو ايلا. بدات يوتيوب عام 2013، يعني قديمه بزاف. ودابا القناه ديالها واصله اكثر من 30 مليون مشترك، وكدير فيها المحتوى ديال الرياكشن. دابا لحد الان كيبان كلشي زوين وكلشي وهذاك، ولكن هاد البنت هادي في الاونه الاخيره خرباتها بزاف وخرجات على السيطره، بدات كدير شي حوايج اللي ما خاصش بنادم يديرهم، سواء يوتيوبر ولا شخص عادي، يعني شي حوايج ما كيداروش. اوكي، وهادشي غادي يخلي الناس بدات تجبد شي جوانب مظلمه في الحياه ديال ايلا، واللي ما كان حتى شي حد عارفه. والمشكله الاكبر انه يوتيوب داير راسه ماشي في والو، مخليها دير اللي بغات. anyway، فيديو عامر تفاصيل في شنو دارت وشنو المشاكل اللي داخله فيهم، وعلاش يوتيوب داير عيد ميكا وما بغاش يتعامل معها كاع في مره، وعلاش شنو جبدوا الناس في الحياه ديالها. فخليك معايا حتى الاخر. ولكن قبل ما نبداو بغيت نهضر على واحد الحاجه، واللي انا عارف فيديو اللي فات ماناش الاعجاب ديالكم، وخاصه واحد الحاجه لاحظتها كتعاود بزاف وكلشي كتبان ليا، واللي هي كنجيو كنلقى بنادم كتب ليا وصاحبي المقدمه طويله، وات ذا فاك. شكرا جزيلا على الوقت اللي خصصتي باش تكتب داك التعليق الجميل يا جميل. داكشي علاش غادي نزيد نطول المقدمه اكثر، وانا غادي نقول لك علاش. حيت عزيزي المشاهد، حنا ماشي في مدرسه هنا، حنا هنا ما كنكتبوش موضوع فيه مقدمه عارض وختيمه. هذا راه يوتيوب الصاد، توقيلا راه تخلطوا ليك. وكنبدا نقرا ورا مقدمه طويله، ورا مقدمه فيها 3 دقائق، كنبدا كنضحك غير بوحدي كنقول او من فوق عاش الفيديو كانت عنده مقدمه وعرض وختيمه. واش كاين شي قاعده كتقول لك المقدمه خصها تكون هكا فيها 5 ثواني، العرض خص يكون فيه 6 دقائق، خاتمه 5؟ نو، انا كيسحب لي صافي الفيديو، راه هو الفيديو كامل فهمتي، غتفرج له من الاول حتى الاخر. درتو فحال فاش كيكون شي فيلم فيه ساعتين، ولكن لا، انت كتقول ما عندي ما ندير بهاد الساعتين، غنمشي نشوف غير ديك اللقطه فين مات البطل وصافي بارك عليا. ياك البيزنس مان ما عندكش 3 دقائق في الحياه ديالك تسمع شنو كنقول لك فيها انا، شو مالك؟ ما فهمتش. حيت انا بالنسبه ليا ونجيك صريح يعني بالرجوله، انا كنستغل هاد الفيديوهات باش انا كنهضر، اما المحتوى اللي كيكون فيه غير كنحط وصافي باش يجي الفيديو هكا طويل شويه. وايضا بالنسبه للناس اللي ما مهتمينش بيا غادي يدخلوا يشوفوا القصه وصافي. اما انا مهتم بديك الهضره اللي كنهضرها انا، مهتم بهادشي اللي كنقول دابا، حيت هو اللي كيخليني كنحس براسي كندير شي حاجه. وايضا كنلقاها فرصه باش نقول شي حوايج مهمين في القناه بحال هادشي اللي غادي نقول لك بلاتي شويه. اما باش نمشي نجيب لك قصه من جوجل ونجي نبدا نعرضها عليك، صافي صاحبي كلشي ولا كيدير هادشي وحماض وكرهته وطلع لي في راسي. طب وليت كنحس براسي كندير نفس الحوايج وصافي، كنجي القصه وكنجي نبدا نقولها لكم. خويا ما بغيتش انا هاد الكارير هادي صاحبي، يعني انا ما مهتمش بالقصة وخاصه في هذه الفتره اللي كندوز منها انا دابا، انا باغي نهضر صافي. جا كتشي طويل عادي، بدا تبرك على تليفون كاكا جوج بركات وغادي تزيد واحد 10 ثواني، لقيتيني مازال بسالي، تزيد برك جوج بركات وزيد 10 ثواني اخرى حتى تلقاني دخلت في القصه وبصحه وراح هذيك الساعه. anyway، ثانك يو سو ماتش حيت كنت تسمع هذه الهضره هذه، هادشي كنقدروا بزاف. وايضا راه عارف ما عجبكمش الفيديو اللي فات، ماشي غير على قبل المقدمه، ولكن اصلا الموضوع كان ما هواش، وغادي نرد البال المره الجايه. اصلا الفيديو كان قصير شويه، فغادي نحاول نجيب لكم شي حاجه طويله هذه المره بحال هذه المره هذه. اما الحاجه المهمه اللي باغي نقولها لكم، واللي هي من هنا لفوق غادي تلاحظوا باللي غادي نولي نلوح فيديوهات بزاف. وعلاش؟ حيت باغي نوصل لواحد الهدف واللي هو 400,000 قبل ما تسالي سنه 2023. ما عرفتش واش غنقدر عليها ولا لا، انا غندير جهدي كامل فيديوهات نهار ايه نهار لا، علاش لا كل نهار. ولكن بغيت نشوف منكم انتم ايضا الماكسيموم ديال التفاعل ديالكم، لايك اشتراك بارتاج اي حاجه تقدر ديرها. وصلنا ليها مزيانه وغنحتفلوا بها كاملين في شي لايف هكا زاهي، ما وصلناش على الاقل غادي نكونوا قرابين، وراه عادي ما غادي نخسر والو، المهم غنكونوا قرابين ونكونوا حاولنا اولا. ولكن غادي نضرب التماره ديال بصح باش نحاول نوصلوا ليها. عموما بلا ما نزيد نطول عليك اكثر عزيزي وعزيزتي المشاهده، يلا نبداو نيشان في الفيديو ديالنا. اس اس سنايبر وولف، كيف ما قلت لكم قبل، هاد اليوتيوبر بدات شحال هادي من ايام 2013، وكنت ايضا قلت لك بلي المحتوى ديال القناه ديالها هو الرياكشن. ولكن كيفاش بدات في الاول؟ ما كانتش كدير رياكشن، وانما كانت كدير المحتوى ديال الالعاب في واحد القناه اخرى اللي كانت سميتها سيكسي سنايبر. ناري على سميت كيدبروا عليه. كانت كتلعب واحد اللعبه سميتها كول اوف ديوتي، وكتسجل راسها بحال اللي كيديروا اليوتيوبرز اخرين. ولكن هاد البنت هادي كتعشق شي حاجه سميتها المشاكل وخلق الجدل. في البدايه ديال الكارير ديالها بدات كتهاجم واحد البنت بانها كتسرق ليها المحتوى ديالها، وايضا كتهمها باللي داك اللعب اللي كدير ماشي لعبها، وانما شخص اخر اللي جالس كيلعب ليها وهي غير كتصور وصافي. وهادشي طبعا فقط بدافع الغيره وصافي، وهاد الاتهامات كلهم كانوا غالطين. ولكن الشيء المضحك هنايا واللي هو هي اللي في الحقيقه كانت كتزيف اللعب ديالها وكتخلص ناس باش يسجلوا ليها الجيم بلاي ديالو، وكيكتبوا ليها السكريبت اللي خاصها تقول باش تبان زعما راه كتعرف وكتفهم في ديك اللعبه. ومن بعد هي كتشد داك الجيم بلاي وكتحط عليها تصويرتها وكتشد المانيطا وكدير راسها راه هي اللي كتلعب. وفاش فضحات مسحات القناه ديالها القديمه
ودارت وحده جديده باسم اس اس سنايبر وولف واللي مازال لحد الان وكلشي كيعرفها. اوكي هادشي قديم وما خصناش نحكموا على الشخص غير من هذه الحاجه الوحيده اللي طرات، ولكن تقبيه مازال شي والو. وهادشي اللي غادي دير من بعد في نيفان داكشي اللي كان دار قبل سنايبر وولف غادي تقلبها للمحتوى ديال الرياكشن، ولكن المشكله هنا واللي اكتشفوها الناس واللي هي ديك الرياكشن ديالها ما كتكونش حقيقيه. غادي تقول لي كيفاش الرياكشن اللي كانت كدير سنايبر وولف على الفيديوهات ديال تيك توك كانت مزيفه ومسجله من قبل، يعني كتجلس هكا شي نهار عندها خاوي وكتسجل شي 100 رياكشن هكا مختلفين، مره كضحك مره حزينه بحال هكايا، ومن بعد كتجي للمونتاج وكتبقى تلصق الرياكشن مع الفيديوهات ديال تيك توك اللي كيكونوا غادي فايرال في ديك الوقيته. يعني ماشي رياكشن حقيقيه في ديك الوقيته على الفيديو، لا الرياكشن ديجا كتكون مسجله هي غير كتشدها وكتحطها على الفيديو. والناس لاحظوا هادشي ولاحظوا باللي شي مرات كتستعمل نفس الرياكشن على فيديوهات مختلفه. وات يعني نفس الرياكشن تقدر تستعملها على جوج ثلاثه الفيديوهات؟ يعني حرفيا داير بحال شي مصنع ديال الفيديوهات اللي ما كيتقاضاوش. تصور البوسه ديال العجز اللي يكون واصل ليه بنادم باش يدير بحال هاد البلان هذا. ولكن المشكله الكبيره وديال بصح واللي هو سنايبر وولف ما كانتش كتعطي الكريديت ولا الحقوق للناس اللي كتستعمل تيك توكس ديالهم، يعني كانت كتابلودي حرفيا كل نهار وكل فيديو كيجيب ليه على الاقل جوج حتى ثلاثه ديال المليون المشاهدات، والقناه ديالك تدخل مليون دولار في الشهر. وهاد الارقام حقيقيه 100% ماشي بحال اليوتيوبرز المغاربه تقريبا ما نقدروا ندخلوا حتى 1% من هاد المبلغ هذا حيت صعيبه بزاف. اما اليوتيوبرز الاجانب راه يوتيوب راه بالنسبه لهم بيزنس وكيدخل زباب ديال الفلوس. anyway حتى شي حد من دوك التيك توكرز اللي كتهز لهم سنايبر وولف الفيديوهات ديالهم ما كيربح شي حاجه من هذا الشيء. واصلا حتى الرياكشن كيف ما قلت لكم كتكون في اقل مستوى وشي مرات كتكون مسجله قبل اصلا، يعني حرفيا كتسرق تيك توك وكتحط عليها رياكشن قديمه وصافي غير دفع وحط للناس يتفرجوا. واحد اليوتيوبر سميتو جاك فيلمز لاحظ هذا الشيء هذا فناد ودار عليه واحد الفيديو وبدا ينتقد فيها وعلى هذا الشيء اللي كدير فيه. This is Sniper Wolf. She's a YouTuber with over 30 million subscribers. She uploads daily and her videos get at least a million views each. So, what does she do? She steals TikToks and reacts to them. Oh, it looks like a cartoon! Let's talk about how egregious this freebooting is. In each of her hundreds and hundreds of videos, she plays other people's TikToks and provides extremely base-level commentary. This dude is running sideways! What? Wow. If you want to support the original creators of the TikToks, too bad, because the only links you'll find in the description are all Sniper Wolf. And my favorite part is that half of the TikToks she includes either crop out the original username or just straight up don't have one. To use a recent example from just 3 days ago, she features 19 videos, 13 of which don't have any identifiable usernames. That means there's no way to find and support the original creators here. All of the views and all of the revenue go straight to Sniper Wolf. هاد الشخص هذا نيت من بعد ما فضحها قرر يدير واحد الحاجه اللي فريمون غادي تعصبها وتخليها تخرج عن السيطره، واللي هي انه بغى يبين للعالم شحال ساهل انك دير المحتوى ديال سنايبر وولف وتجيب حتى انت ارقام كبيره. فمشى ودار قناه جديده اللي سميتها جي جي جاك فيلمز زعما بحال الشكل ديال اس اس سنايبر وولف، وبدا كيدير رياكشن على تيك توك حتى هو ولكن غير بشكل ساخر. والكونسيبت ديالو هو يبين شحال ساهل دير المحتوى وما كاينش ناوي يربح منه اصلا. وحاجه اخرى اللي كان كيديرها واللي هي كان كيعطي الحقوق للتيك توكرز اللي كان كياخذ الفيديوهات ديالو وكيدير الروابط ديال الفيديوهات ديالو هكا في صندوق الوصف ولا في اول تعليق، المهم كيعطيهم كريديت. وفعلا القناه ديالو تفرقعات وبدات كتجيب الملايين ديال المشاهدات حتى هي. سو انا صافي سنايبر وولف مابقاتش حامله راسها وغادي دير واحد البلان اللي خاطر ديال بصح. وهذا البلان اللي غادي ديرو عليه بان في جميع مواقع التواصل الاجتماعي فين ما مشيتي، غاديرها في تويتش غادي تبانا، غاديرها في يوتيوب غادي تبانا فين ما درتيها. وهاد الحاجه هادي واللي هي الدوكسين او تسرب معلومات شخصيه على شي شخص معين وخاصه الادريس ديالو فين ساكن. اول حاجه بدات بها واللي هي هاد ستوري هادي اللي كتشوفها قدامك وكانت حطاتها في انستغرام ديالها وكتبات فيها واش نمشي نزور جاك فيلمز هو بعيد عليا غير 5 دقائق منين خديت هاد التصويره هادي. الفانز ديالها سحب لها غير كضحك وصافي قالوا لها اوكي وات ايفر فهمتي. وبالصاب كون كان غير حبسات هنايا. الستوري اللي موراها مشات وورات البلاصه اللي كان ساكن فيها جاك، والستوري الاصليه راه ما كانش هادشي مغطي بالبيض نو يعني راه كانت باينه الدار ديالو والرقم ديالها والشارع وكلشي. وديك الستوري تشافت اكثر من 4 ديال مليون مشاهده. واش عارف هادشي اللي دار سنايبر وولف شحال خطير وخاصه في امريكا صاحبي؟ برو امريكا راه في اي لحظه يجي يوقف هكا بنادم قدام دارك تجي تحل الباب غادي يتيري فيك عادي. ومصادفه هادشي كامل طرا فاش كان جاك ديجا طالق واحد اللايف في تويتش واشنو طرا فاش سمع الخبر. Yeah, hold on. Yeah, pause. This is like
Yeah, hold on. This is T. Is she like trying to adopt you right now? I don't know, but that's that really like scary. Yeah, that's not that's good. That's really sketchy. That's like that's extremely, so like, sketchy. How would she know where we live, though? How the f*** does she know where we live? Leave me alone. Oh, I'm sorry. She's in the house right now, Jack. Shut up. She's literally outside your door. Like 5 minutes ago posted. Wait, what? She's literally right outside your house. Oh my god! This is happening right fucking... Call the police. Actually. Wait, what? Call the police. No, there's a video. She's outside your house right now. What the? She literally posted a video on her story 5 minutes ago. Over. I'm reporting. Oh my god, she's outside our house. Record this right now. Doxing you. Yeah, that's the. Yeah, no, this is. Oh my god, that's horrible. No, that is a huge violation of privacy and so much else. There's so much wrong with that. No, I'm not getting out, dude. That. No, stay inside, absolutely. Call the cops and show them the Instagram story. Hold on, I'm gonna go outside. Don't, please don't. All right, hold on, I'm gonna end this. End the stream. Sorry gamers, thank you for coming. مورا ما جاك سد ستريم ديالو مشى تويتر باش يعاود الفانز شنو طرا. قال بلي سنايبر وولف هي لها دوكساتني دابا. هادشي غريب ومقزز وكيتجاوز الخصوصية ديالي. داكشي اللي كديري مقزز وكتسرقي المحتوى وكتبقاي تستوكي اليوتيوبرز. يوتيوب بليز حبسوا تحقيق الربح في هاد القناة هادي. من بعد ليا غادي تبدا تدافع على راسها وغادي تحاول تلعب دور الضحية. وغادي تقول بلي جاك هو اللي كريبي هنايا وهو اللي كان كيضايقها هادي شهور وكنت جيت فقط باش نهضر معاها وصافي. او ريلي وانا ما كنتش عارفه بلي داكشي اللي درت راه غلط ولا كيتسمى دوكسين. ولكن الا ما كنتيش عارفه راه داكشي غلط علاش مسحتي ستوري فاش الناس بداو كيهاجموا؟ وهادشي اللي دارت في الاصل كيخالف السياسات ديال يوتيوب طول وعرض. كون دارها شي يوتيوبر عادي كنت تمسح هاد القناه ديالو على وجه الارض في لمح البصر. ولكن سنايبر وولف وفي الاصل كتدخل اليوتيوب ملايين الدولارات كيف ما قلت لكم وكيف ما قلت لكم كتكتلوح يوميا فيديو وكل فيديو كيضرب من 2 حتى 3 مليون المشاهدات. اما الا مشى فايرال فراه يقدر يوصل حتى ل 10 مليون في النهار. يوتيوب بحال بدات كتغض البصر عليها وما دارت ليها والو. ولكن فاش شافت الناس صافي كلها بدات كتهضر اليوتيوبرز حتى هما بداو كيهضروا عليها فصافي هنا يوتيوب قررت انها تهضر وقالت انها غادي تحبس تحقيق الدخل على القناه ديال سنايبر وولف كعقاب. ولكن كاين واحد الحاجه ماشي هي هذيك في القرار هذا. حيت يوتيوب فاش كتعاقبك بشي حاجه ضروري كتحدد المده واش زعما للابد ولا لمده يوم ولا اسبوع. هنا يوتيوب ما حددت والو يعني حرفيا يقدر يكون اي رقم. يقدر يكون لمده نهار يقدر يكون لمده ساعه فقط كل مده دقيقه. المهم انها عطلات تحقيق الربح وصافي. ولكن شحال ديال المده حتى شي حد ما عارف. الا سحب ليك المشاكل ديال سنايبر وولف غادي يسالي هنا راك غلط بزاف عزيزي المشاهد وما غاديش نسالي الفيديو حيت انت باغي فيديو طويل وما عندي ما ندير ليك وغادي نجيب لك التفاصيل ديال حياتها كامله. غادي نرجعوا غير شويه اللور قبل ما تفرقع القناه ديالها وتولي مشهوره. سنايبر وولف كان في القناه ديالها واحد الشخص اخر واللي هو راجلها وي كانت مجوجه. كان كيعاونها دير الكونتنت ديالها وكان تقريبا كيدير ليها كلشي وكيكتب ليها السكريبت كيوجد ليها الفيديوهات اللي غادي دير عليهم رياكشن. يعني المهمه الوحيده اللي بقات ليها هي دابا واللي هي انها تبان بوجهها وتقول داكشي اللي كتبوا ليها اصلا راجلها في سكريبت. ذاتس ات. ولكن مع غادي تبدا تشهر بزاف غادي تطرد راجلها من القناه وايضا غادي تفارق معاه ومازال لحد الان في المحكمه. حيت ديك القناه ديال اليوتيوب هي عباره على بيزنس بالنسبه ليهم ولدابا مازالين كيتقاتلوا على شكون عنده الحق ياخذها. اما السبب علاش جرات عليه واللي هو صراحه عبيط وكانوا جوج اسباب في الحقيقه. اول سبب اللي هو الطمع ديالها وانها بغات القناه تبقى ليها غير بوحديتها وتاخذ الارباح كلهم بوحدها. اما السبب الثاني اللي فريمون غادي يصدمكم وقالت ان الشكل ديال راجلها ما كيسمحش ليه يبان معاه في الفيديوهات. وات واش هادي بنيتها؟ واش عرفتوا الشكل ديال سنايبر وولف كيفاش كان فاش كانت مع راجلها قبل ما تشهر؟ ها كيفاش كانت الصاد فريمون؟ شنو كيحسب لي راسها دابا؟ شكون عطاها السلطه انها تقرر شكون اللي زوين وشكون اللي خايب وشكون اللي حقه يبان وشكون اللي لا؟ علما انها القناه كانت ديالهم جوج وخدمه مشتركه. ما قدرتش نتحمل هاد البنت والله وما بغيتش نزيد نتعمق ليكم اكثر في شي تفاصيل اخرى حيت طلعت لي في راسي الصاد فهمتي. المهم بغيت نعطيكم غير الخلاصه من كل نقطة كنت باغي نهضر عليها حتى تقول لي الرأي ديالك انت في هاد الآنسة هادي في التعليقات. شكرا للمنتسبين في القناة اللي كيقدروا بزاف وأيضا ما تنساوش الهدف ديالنا واللي هو 400,000 قبل ما يسالي الدعم هذا. نتمنى يا ربي نقدروا نوصلوا ليه وغادي نحتفلوا بها كلايف كاملين ونفرحوا مجموعين. وديك الساعة ممكن فاش غادي نوصل ل 500,000 تقدر طرا واحد الحاجة سبيشال. المهم بلا ما ننسى نهضر بزاف ونصغى كاع شي حاجة. عموما أنا غادي نكون وصلنا للنهاية ديال هاد الفيديو. ما تنساش تخلي واحد لايك وشارك في القناة راه فافور تقدر تشحيلها في ما بغيتي إلا غيرتي رأيك شي نهار. وأيضا سير تشوف فيديوهات اللي فاتوا وانا متاكد غادي يعجبوك. كان معكم بلاك نشوفو فيديو جديد وبيس.